تقول السائلة: فتاة تحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكن عندما تأتي للنوم تشعر بأن هناك شيء يقيدها فلا تستطيع أن تقوم من مكانها ولا تتحرك ولا تقول أي شيء، فما هو العلاج؟ العلاج أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا أوى إلى فراشه يقرأ آية الكرسي عند النوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيقرأ آية الكرسي عند النوم، ويقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالدعاء: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويكون هذا آخر كلامه، فبذلك يحفظه الله من الشيطان ومن منغصات النوم إذا داوم على هذا. نعم.